يعني انت رفيقي مو هيك؟ احسن رفيق. معناتها بدك توعدني فورا انه انت هلا رح تاخذني على المعرض. ما بتعرف هاي الحركة؟ انت ما بتعرف شي بالمرة. انا لازم علمك كتير شغلات. هلا شوف كيف منعملها هيك بالاول، بعدين بتعمل هيك. هلا بتسمع وبتعيد اللي بقوله. بدك تقول انه انت رح تاخذني على المعرض فورا. يلا قول. ايه وعد، انا رح اخذك مشوار. كثير منيح. يلا قوم. يلا. ياي. واحد. بوجة. اثنين. بوجة. ثلاثة. بوجة انتبهي. انزلي يا عمهلي. واحد، اثنين، ثلاثة. قلت لك ديري بالك وإلا ما رح نروح. آسفة. صبري. أنت زعلانة على نارين؟ ولا أنت خايفة على بوجة؟ كيف بده يتعامل مع بوجة لحاله؟ خلينا نروح معهم. أنت أمه رح تضلك قلقانة، بس الأهل ما فيهم يضلوا عم يهتموا بولادهم على طول. هلأ أو بعدين نارين لازم يتعلم كيف بده يعتني ببوجة. إيه بس وضع بوجة. صبريا، صحيح هي ما أنا مستقرة عقليا، إيه بس اليوم هي بتحبه كتير لأبني. شوفي ما أهله. حضرة الضابط، انت جاهز؟ ايه سيد فياس، انا تنكرت ولبست مثل لباس الشرطي ودبرت سيارة للشرطة. لكن شو يلي ناطرينه لهلأ؟ بلشوا شغل فورا، يلا بسرعة. بدي اياكم تلحقوهن وتأكدوا انه بوجة رح ترتعب، وما بدي نارين يعرف بأي شيء. حاضر استاذ. خلي اللعبة تبلش. مسكينة يا بوجة. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.